أنابى صاحب السمو الملكية الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر سعادة الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة لحضور مهرجان الثقافة والمأكولات التايلاندية، والذي أقامه سعادة السيد تانيس ناسانغولا السفير المعين لمملكة تايلاند الصديقة. وقد نقل الشيخ خليفة بن راشد آل خليفة تحيات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء لقيادة وشعب المملكة التايلاندية وتمنيات سموه للدولة الصديقة بدوام الرفعة والازدهار، كما أشاد بما تشهده العلاقات البحرينية من تطور ونماء في مختلف المجالات بما يجسد عمق الأواصر التاريخية التي تربط بين البلدين والشعبين الصديقين. وعرب عن إعجابه بما تضمنه المهرجان من منتجات تعبر عن الموروث الشعبي التايلاندي، وذلك في مجالات الثقافة والمأكولات، مؤكدا أهمية مثل هذه الفعاليات في تعزيز التقارب بين الشعبين الصديقين. من ناحيته عرب سفير مملكة تايلاند عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على ما يوليه سموه من دعم بتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، مؤكدا حرص بلاده على تطوير مجالات التعاون مع مملكة البحرين وبما يحقق المصالح المشتركة ويعود بالنفع على البلدين الصديقين.